بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله. هنا وادي النقيع جنوب المدينة 100 كيلو، مبيت تخييم ليلة الجمعة 4 من شهر جمادى الثاني 1443. ما شاء الله على الأجواء الجميلة. ما شاء الله تبارك الله. هنا مسجد قباء. ما شاء الله تبارك الله. في مدينة العلا هذه الليلة اجتمع رحالة الجنوب مع رحالة الشمال وقروب أعضاء مجموعة أعضاء قروب التعاون. ليلة ماتعة وليلة جميلة مع أجواء لطيفة، درجات الحرارة من 12 إلى 15 درجة. ما شاء الله الشغل على قدم وساق لتجهيز العشاء. تحيا العلا، تحيا. ما شاء الله، هلا بكم في مدينة العلا، يا مرحبا. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله برتقال، برتقال العلا. على الصخرة التي تسمى جبل الفيل. سبحان الله العلي العظيم، سبحان الخالق المبدع.
هذا الولد الصغير. ما شاء الله تبارك الله على إطلالة على مدينة حائل من مطل جبل السمراء. أسواق الدلال في حائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الله ما شاء الله تبارك الله. ودي هذا حواش، هذا سعر كم؟ 270. جميل ما شاء الله تبارك الله. اللهم زد وبارك. صباح جميل في مدينة بقعة بحائل الشمال. انت طلعت بالسيارة مشوار واحد. حي الله الأستاذ سلطان. حييك وبجيك. الله يكرمكم إن شاء الله ويجزيكم خير. مبارك اللي شفناه. طب أجركم أكرمتونا وسعدتوا علينا الله يحفظكم إن شاء الله. ونورتوا بقعة وحائل. الله يثيبكم إن شاء الله. جزاك الله خير. أجواء في طريق حائل باتجاه القصيم، أجواء رائعة هذا اليوم. كلمة مسوقها بناء هالشكل هذا اللي هو مرتفع على سادس فهيمة هالشكل هذا.
الحجة للحرفية. سبحان الله يا جماعة. ها؟ سبحان الله. هذه الحجرة. لا مطر ولا شيء. كانها مظلة. يا الله. والجلسة كانت هنا جميلة. تخيل فرشاتك هنا. جلساتك يوم المطر. شوف الكنزية. هنا محافظة عفيف.